يا فتاح يا عليم، ده مين ده اللي جاي يقلق رعيتنا الصبح؟ صباح الفل يا ست العرايس. يسعد صباحك. مين ده اللي بيخبط؟ تلاقيه امك. طيب صباحيه مبارك يا عريس. سبع ولا ضبع؟ اهلا يا سابو العنين. اتفضل. لسه ما لبستش هدومك؟ هدوم ايه؟ خير ان شاء الله. الله، هو كلام الليل مدوم بزبده ولا ايه؟ يلا يا حبيبي ما عندناش وقت، لازم نروح النيابه. وطي حسك امال. هي العروسه فين؟ نايمه جوه، انما نيابه ايه كف الله الشر. اصل مراتك القديم يا بص ايدك وانا في عرض النبي. اصل مراتك القديمه هتتعرض على النيابه دلوقتي ولازم تكون موجود. صباح الخير يا سيابو العنين. يا صباح اللبن الحليب يا عروسه. اعملي كوبايه شربات يا سيابو العنين على بغير هدومي. ليه؟ لهو انت خارج؟ اصله لا مؤاخذه هيعفر جزمته بمشوار صغير في يوم صباحيته. الناس تقول ايه يا سيابو العنين؟ نعمل ايه بقى يا عروسه؟ ما انتي متجوزه بالشهامه كلها. هاخده منك ساعه زمن يضمن واحد صاحبه ورجعولك الصاغ سليم.